18 مرتبة خامسة، إن شاء الله 2019 على الأقل نضمن نصف النهائي اللي يضمن لك المرتبة الرابعة. أهم حاجة نحاولوا معناتها الأغلاط اللي عملناهم المرة الأخيرة ما نعاودوهمش، نهبطوا مركزين من اللي في تونس، من اللي باش نطلعوا في الطيارة، من السفرة، من اللي نخلطوا الغديك. لازم تركيز كلي على المباراة وعلى حتى حاجة أخرى، وهذا نتصور الإطار الفني واعي بالشيء هذا. دونك نحن باش نسعى وباش نعملوا كل مجهوداتنا إن شاء الله باش نعملوا نوريه وجه خير من المرة الأخرى، ونخدموا على رواحنا ونعملوا كل شيء ونبقي على ربي. باش ناخذوا كل ماتش وماتشو، مش نسبقوا الماتشوات، يظل باش نلعب مع بطل آسيا كما الترجي معناتها فريق كبير في افريقيا. ان شاء الله معناتها من هنا لغادي ان شاء الله نحضروا كما يلزم، وان شاء الله الماتش هذاك معناتها نحضروا له بالكدا ونكونوا مركزين 100%، وعلاش لا ان شاء الله نفوزوا بيه ونترشحوا للدور نصف النهائي. On va se préparer pour ce premier match. Je pense que بالكدا ونكونوا مركزين 100%، وعلاش لا ان شاء الله نفوزوا بيه ونترشحوا للدور نصف النهائي. On va se préparer pour ce premier match. Je pense qu'il y a plein de matchs. Et on va aller là-bas pour inchallah gagner le maximum de matchs, surtout ce premier match voilà, qui va être le plus important. Mais en tout cas, on se prépare pour cette belle compétition. Nous sommes en train de nous faire un peu de temps, nous sommes en train de nous faire un peu de temps. Et nous sommes en train de nous faire un peu de temps pour nous faire un peu de temps pour nous faire un peu de temps. Nous sommes en train de nous faire un peu de temps. عملناه في الإمارات، شفنا جماهير الترجية برسك، فما 6000 7000 معناتها موجودين في الستاد، فما يمكن 5000 تحولوا من تونس. دونك إن شاء الله قدرة ربي سلام فرحهم. هذا شرف لي نحن اليوم كدي جوار جزائريين باش نمثلوا تسمى الكرة الجزائرية التونسية أحسن تمثيل. إن شاء الله كما قلت قبل راح نخدموا مليح ويد واحدة إن شاء الله نديروا بون ريزلتا ونفرحوا إن شاء الله لي سيبورتر تاعنا. It's a very good opportunity, like you said, it's a big platform, you know, to show what you're capable of. And of course, Esperance is a big club, and then we're going to participate in this. I'm really looking forward to it.